حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. وكما بدأنا إن شاء الله في فقراتنا، الآن وصلنا إلى محطة طبعا تتناول قضية لربما هي تكون وتربط القضية الدينية بالقضية الاجتماعية، هي مسألة الحسد. طبعا أنه نذكركم في سؤال التفاعل لهذه الحلقة، والذي يقول: كيف تتجنب الحسد؟ كل إنسان قد يكون معرض بسبب ما من الله سبحانه وتعالى عليه من فضله، فيكون هو معرض للحسد، قد يكون من الأقربين وقد يكون من المعارف والأصدقاء والأشخاص الآخرين. هنا يحتم عليه قد يكون الموقف أنه يتجنب الحسد. أحيانا بعض من الأشخاص هم اللي يجلبون نظرة الآخرين لهم بسبب التكلم عن كل ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم. ما ننسى أنه حديث أهل البيت عليهم السلام، مضمون الحديث والذي يقول: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. طبعا هذا الحديث مشاهدين الكرام يكون منطلق ومبدأ لدى الكثير اليوم من المؤمنين والمؤمنات، لا يتكلم بما من الله سبحانه وتعالى عليه لكن بحدود. طبعا إسراء، كنت توافقيني بالرأي، وايد من الأشخاص أكيد. يعني هم يكونون سبب أنه يجلبون نظرة الحسد. طبعا هو الحسد موجود ومذكور بالقرآن، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم تعرض لهذا الشيء. فمثل ما تفضلتي حضرتك، الكتمان من الأمور المهمة، وأيضا الصلاة على محمد. الناس دائما تقرأ القلاقل الأربعة اللي هي أيضا تجنب يعني الحسد، وهاي الأشياء. وهسه يعني في الظاهرة اللي انتشرت وإحنا كنا نعرفها، ظاهرة مواقع التواصل الاجتماعي اللي الناس دائما تنشر الصور الجميلة، مثلا صور الأطفال الجميلة، صور سفراتهم، صور طعامهم. أكو ناس هم في حرمان من هذه الأشياء، فبالتالي راح ينصابون بالحسد. فهذا الشيء أيضا يجب أن نتجنبه على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني مو كل صغيرة وكبيرة وشاردة وواردة احنا يعني ننقلها على مواقع التواصل الاجتماعي. هناك خصوصية، يعني احنا حياتنا خصوصية، أطفالنا خصوصية، هناك من يترصد خط طبعاً. أحمر، نعم نعم، فيجب هذا الشيء عدم عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني يكتفي احنا نشاهده وخلاص. هذا الشيء ايضا يجنبنا من الحسد. احسنتي. نعم. طبعا اسراء، خلينا ان شاء الله ومع الساده المشاهدين انه نسمع ونشاهد اراء المواطنين بخصوص السؤال، سؤال التفاعل، والذي يقول: كيف تتجنب الحسد؟ اكيد لكل شخص منا اليوم طريقته الخاصه انه كيف يتجنب الحسد ويبتعد بالتالي عن الحسد، وطبعا انه يامن اضراره وعواقبه. مشاهدينا، دعونا نذهب مع زميلنا ماجد الاسدي في هذه الجولة، ومن ثم نعود. أسعد الله صباحكم أحبتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، وهذه جولة جديدة لبرنامج صباح كربلاء. سؤال التفاعل لهذا اليوم يقول: كيف تتجنب الحسد؟ تعالوا معي أحبتي المشاهدين لنستمع إلى بعض الآراء، ابقوا معنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا إذا عرفنا الحسد بحقيقته سوف نعرف العلاج له. الحسد في الواقع هو مرض نفسي يطرأ على الإنسان. لماذا يطرأ هذا المرض على الإنسان؟ لقلة معرفته ولعدم صواب فكره السليم، حيث أن الحسد هو عبارة عن تمني زوال النعمة عن الآخرين. وهذا المعنى إذا تأمل به الإنسان جيدا في الواقع لعرف أنه لا يزيده إلا بعدا عن هذا الأمر، لأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. الله يقضي ما يشاء ويحكم، وبيده كل شيء، والله يقضي بين العباد برزقه ويرزق من يشاء بغير حساب. فالعبد في الواقع لا يتمكن من أن يؤثر على هذه
السنة الإلهية أن الله يعطي للجميع، يعطي نعمه وهباته، فلماذا أنا العبد الفقير أأتي وأتدخل في إرادة الله؟ فلهذا الحسد في الواقع هو جذره هو خطأ فكري، أنه أنا أتدخل فيما ليس لي، وعلى الخصوص هذا الذي ليس لي لما ليس لي هو لله سبحانه وتعالى، فمن باب أولى أنه لا أتدخل فيه. لهذا الحسد لا يزيد صاحبه في الواقع إلا خسارة. من هنا ننطلق إلى العلاج لهذا المرض، وهو أنه مجاهدة النفس في الواقع. أنا بدلاً عن أتمنى زوال النعمة عن الآخرين، أطلب من الله سبحانه وتعالى وأتمنى أن يزيدهم عطاءً وأن يزيدهم فضلاً. صحيح، هذا الأمر سوف يقضي على صفة الحسد، لأن الحسد هو في الواقع كما قلنا مرض يطرأ على النفس. يجب على النفس أن تجاهد الإنسان، يجاهد نفسه حتى يطرد هذا المرض من نفسه. إذا الإنسان استمر بمراحل متدنية، اليوم أتي أمارس هاي الحالة المجاهدة، غدا أمارسها، مع الاستمرار نشوف هنالك أن الحسد لا يوجد له أثرا في الحياة، بل هنالك توجد الحالة المقابلة والمعاكسة للحسد، وهو تمني الخير. ولهذا ورد في الروايات: حب لأخيك ما تحب لنفسك. لا يوجد إنسان عاقل يتمنى زوال النعمة من نفسه، كذلك المؤمن لا يتمنى زوال النعمة من الآخرين. وهنا وصلنا بأي قوة؟ بقوة مجاهدة النفس وبقوة الإيمان في الواقع. الإنسان المؤمن لا يحسد، يغبط إذا رأى نعمة عند أخيه يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، يطلب منه أن يعطيه مثلها لا نفسها. لأنه إذا كان الإنسان يفكر بمنظار ضيق وينظر إلى ربه من منظار ضيق، فإنه يتصور أن الله فقير، فإذا أعطى للعبد هذه النعمة لا يتمكن أن يعطيه مثلها. فلهذا الحسد في الواقع مشكلة عويصة وكبيرة في حياة الإنسان، وهي من القدم في الواقع. طبعا الحسد في مفهومه العام هو تمني زوال نعمة الآخرين، والحسد موجود في القرآن الكريم، وقد ذكر في قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. فالحسد هو حالة نفسية، الابتعاد عنها وتجنبها يتم بعدة أمور. من هذه الأمور هي التصدق وقراءة القرآن، وخصوصا وهناك آية في هذا الموضوع: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فتجنب الحسد يتم بالصدقة والدعاء وزيارة الأئمة والابتعاد عن ملذات الدنيا. وهذه الأمور تتم إذا كان الإنسان مع الله عز وجل. فكلما كانت نية الإنسان صادقة مع الله بعيدا عن الأهواء، الله عز وجل يبعد عنه ملذات الدنيا وهذه الحالة النفسية. ولكن أهم عمل الله سبحانه وتعالى يبعد فيه الإنسان عن الحسد هو التصدق والدعاء وقراءة القرآن الكريم. إلى هنا أحبتي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الجولة الصباحية. تقبلوا تحياتي، وهذه عودة إلى الزميلات في الاستوديو.